الوصول هي جزيرة الجديد. هاي تقريبا تشوف العين هي ما هي الحالة الصحية نتاع كما باقين تتابعوا معنا اليوم 18 سبتمبر. نوتر شامبيون نجيب بالهادي في اخر المسافه اللي حب ياخذها كوم ديفي. نذكروا اللي هو حطم الركور مونديال ويحب يحقق رقم قياسي جديد. دونك مازال عنده نفس، مازال يواصل، ما شاء الله عليه. برافو فور نوتر شامبيون، ان شاء الله بالتوفيق مره اخرى. كالعاده مواصلين عشان يكمل المسافة، ما عادش فيها برشا. دونك ان شاء الله بالتوفيق. نقطة الوصول متاع نوتر شامبيون نجيب بالهادي هي جزيرة جنيش في جربة. ديجا كما بقينا نشوفوا هي قريبة على الاخر ولا ما عادش برشا. نوتر شامبيون مازال يواصل.